السلام عليكم. حنا من الساكنه ديال برشيفه، كنعانيو من هذا القادوس هذا اللي عندنا هنايا برشيفه، كنعانيو منه بزاف دابا مده تقريبا ديال 5 شهور او 6 شهور. هذا القادوس حنا كندوزو فيه من هنايا وكندخلو للديور ديالنا وكناديو به ولادنا وكناديو به عباد الله. كيجيو المسؤولين هنايا كيشوفوا هذا الشيء هذا كيطلوا وكيمشيو فحالهم. دابا كنطلبوا المسؤولين يجيو يشوفوا من حال هذا الشيء هذا وشكرا. اخي هذا الماء هذا هنايا هاد الروكر هذا طرق هنا تقريبا لمدة 6 شهور ولا أكثر، مأدينا هنا يعني كي مكرفسين حنا هنا، لا حنا ولا الولاد ديالنا وكلشي، كندخلوا معنا الريحة ومدخلين معنا يعني كي مكرفسين بزاف هنايا، تقريبا أكثر من 6 شهور حنا مكرفسين. يعني لا أنا ولا حنا ولا الجيران كاملين كلشي مكرفس هنايا، الساكنة كاملين مكرفسين هنا. جي وبالنسبة كاين العواول صغار كاين هذا الشيء اللي كنت تشوف هاد الشيء دروكر سير قرب لعندو تشوف كيفاش عامل، يعني لا طاح في شي عيا صغيرة وحل تما كاع، وكنطالبو يجيو يصلحوا لنا هاد الشيء هذا في أقرب وقت. راه حنا أكثر من 6 شهور حنا ضايع حنا مكرفسين هنايا، فايتة يعني 6 شهور حنا مكرفسين هنا. الناس راه هنا دابا الماء كيدخل عليهم الله يرحم الوالدين، والحديد كيكون كايز وكيتبارتين فيه، شحال من واحد دابا كيكون خارج من الدار ديالو وكيرجع، فهمتي؟ راه حنا مكارسين من القادس هذا راه طرطق هنا مدة 6 شهور دابا هو مطرطق. الله يرحمكم الوالدين، شوف أقرب وقت يجيو يصلحوا لنا الله يرحم الوالدين، ما كيجوع كيطلوا كيزيدوا عاود دابا نعدلوا وباقيين ما عدلوا شي. الله يرحم الوالدين، دابا شوفوا لنا الحل ديالنا الله يرحم الوالدين، جزاكم بخير. هذا المشكل هذا أزيد من 6 شهور تقريبا، من 6 شهور وكيجيو هاد الخدامه دامانديس وتا واحد ما كيقدر زعما كيقولوا لي كانوا خاصهم الامكانيات كبيره، كيقولوا انه هذا الواد هذا كاين اللي كيقول الواد الحار وكاين اللي كيقول الواد الملحلو. المطالب السكان كاملين انه هاد الشيء هذا يتصلح واعاده النظر في هاد الواد هذا ويزولوا الضرر على السكان، ونتمنوا من الله خير هاد الشيء اللي كاين. بسم الله الرحمن الرحيم. حنا السكان ديال حي بئر شيفه كنعانيو من هذا واد الحار اللي هنايا، هاد الروكر ما بغا حتى شي حد يصلحو، كيجيو كيبقاو يشوفو هنايا ما كيعملو حتى شي حل، خاصهم يلبيونا هاد النداء هذا. الناس عيات ما كتهضر، عيات ما كتهضر، ما كاينه ما كنشوفو حتى شي حل، خاصهم يعالجوا لنا هاد الوضعيه اللي حنايا فيها يوم كيجيو ما بقاش الانسان ثابت شحال من مره، ولكن كيجيو بزاف د المرات كيجيو كيبقاو يشوفو كيمشيو بحالو، يعني ميمكنش طنجه راه مدينه راه عالميه وحنا كنعانيو هاد المشكل هذا، وعاد في وسط الشارع الكبير يعني الناس كيمشيو والناس كيتاداو، وعاد الصرف صحي يعني بنادم كيكون كايز راه يقدر يتادى في حوايجه، يقدر يتادى راه وزيد على الروائح الكريهه اللي كنعانيو منها في هذا الصرف الصحي اللي خارج هنا. وشكرا والله يجازيكم بخير. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.